المشاهدين الأعزاء، نشرة أخبار جديدة من قناة المكلا، وإليكم أبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة والاحتياجات العاجلة لتحسين خدمات دار العجز ورعاية المسنين. اللواء البحسني يعدد في لقاء صحفي أولويات عمل مجلس القيادة الرئاسي. احتفالية الوفاة للإمارات بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير ساحل حضرموت. تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة شبوة. وصول أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.